الأقل من خلال منع السياحة، خلال شوف إلى أجنبي داير مخنط، أجنبي مخنط داير حوالين الصخرة ما طيتش أشوفه، منظر له زلمة وله مرة، منعته. قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا: يجب أن يكون معروفا لدى الاحتلال والولايات المتحدة أن الأقصى والمقدسات خطوط حمراء لا يمكن التساهل بشأنها. يعني لما تظل تقول إنه الأقصى خط أحمر وانت قاعد كالمسطول ما في شيء رح يتغير. الأقصى ما بده قول، بده تخطيط وأفعال. معقول السلطة؟ معقول الدب النخوي فيها يا خال؟ تف ثلاثة واستعيذ من الشيطان وأعوانه. السلطة مشغول اليوم بقمع الشعب وأركانه، ولما الأقصى قسموه في زمانه ومكانه ما تحرك واحد منحوس، بس علينا عملوا رجال. يلا يا ضفي وبعدين طولتي على هذا الحال، ردي هالصاع بصاعين وذلي جيش الاحتلال. شوف الحرة لما تذود على الأقصى وما تسأل كيف، واللي حكموا بلاد رقود يا حيف عليهم يا حيف. بكفينا نندب بالحظ ونتشكون من كيف وليش، بدنا نعمل بدنا نعد ولا تقولي نصر وقتيش. قاوم يا شعبي بسلاح سكين وبلطة ورشاش، والفنان الغنى وصاح قاوم صوته بالموال. وقف هون يا أخي، ما لنا مال القدس الرسول عليه الصلاة والسلام ساب مكة؟ هذاك الرسول عنده وحي، أنا ما عندي وحي. وقف هون ووطي الحس، أبو مازن جاب الدليل. شو بدنا يا أخي بالقدس؟ إحنا عدوتنا إسرائيل. شو بدنا يا أخي بالقدس؟ إحنا عدوتنا إسرائيل. شو بدنا يا أخي بالقدس؟ إحنا حبيبتنا إسرائيل. وين الوجعوا لنا الراس وعينيهم على أرض القدس؟ ولا الشغل لناس وناس وغزة أسهل؟ وقف حس، ما بدنا تعجن أقوال وتلتل الطالع نازل. هذا الأقصى بده رجال، ما بده واحد هامل، ورايح يتغير هالحال. شوف أها، هذا حالك أفي خاي، لما نتواجه عن قرب رح تترنح رايح جايب كف الشيخ وطعنة شب. هون بتسترجل بسلاح وبغزم كاكا وسياح، بكرة حتقضيها نواح لما نخلص من الأنذال. شو جابك بوز المدفع؟ يلي بتسمع بالأخبار فكر لو مرة بالثار، شارك واكتب لا تنهار، وعلمت خاذ الوصمة تعار، ومني رسالة للأحرار، سجل اسمك مع الرجال، الأقصى بده أفعال.